المكان في البرين، وما يروح لنفس المكان الواحد بيحس بيه في نفس اللحظة، هذا الإحساس المتزامن، يعني إن الصورتين الواحد يحس بيهم في نفس اللحظة، بنسميه simultaneous perception. نتيجة إن بعد كده هو في حاجة في البرين اسمها fusion center. نتيجة simultaneous perception بعد كده هو الواحد الصورتين بيبقوا جت amalgamated together، أو يبقى جت fused together ويبقوا صورة واحدة، ودوت بيعمل الحاجة اللي احنا بنسميها fusion. وقلت إن fusion بينتج عن صورة مختلفة عن الصورة بتاعت العين اليمين لوحدها والصورة بتاعت العين الشمال لوحدها. والدليل على كده أنا قلت إن إحنا لو جبنا أوبجكت لونه أحمر قدام العين اليمين وأوبجكت لونه أخضر قدام العين الشمال وبصيت، أو إزازة حمراء قدام العين اليمين وإزازة خضراء قدام العين الشمال، وبصيت للمبة عادية، ألاقي إن اللون بتاعها أبيض. لو أنا غطيت العين الشمال هشوفها لونها أحمر، لو انا غطيت العين اليمين هشوف لونها اخضر، ولكن الاخضر مع الاحمر في البرين بيحصل لهم فيوجن ويعملوا اللون الابيض اللي هو مجموع الاثنين، مجموع نص السبيكترم. السبيكترم احنا عارفين ان هو متكون من سبع الوان، السبع الوان نصهم ناحيه الازرق والاخضر والنص الثاني ناحيه الاحمر والاصفر. فانا لو جبت عدسه او يعني ازازه من نوع يعني لونها احمر والثانيه ازازه لونها اخضر بحيث انهم جمعهم هما الاثنين يعمل اللون الابيض في البرين، يبقى الصوره بتاعت العين اليمين حمراء والصوره بتاعت العين الشمال خضراء، وبالرغم من كده البرين بيعمل صوره واحده لونها ابيض، وده الدليل على ان في فيوجن في البرين ما هوش في كل عين، يبقى كل عين بتشوف صوره وبعدين الصورتين بيبقوا جت امالجاميتد او جت فيوزد. بعد كده هو نتيجه هذا الفيوجن بشوف ان الصوره ليها طول وعرض وعمق، يعني ان ليها ثلاث ابعاد، ان هو الحاجه اللي احنا بنسميها depth perception. الحكايه دي بتبقى اكمل بالعينتين، بعين واحده ما بشوفش depth perception كويس، بالعينتين بقدر احدد depth perception كويس. واي واحد فيكم ممكن ان هو يجيب يعني يحط فتله كده وابره ويحاول يلضم الفتله او الابره، يدخل الفتله جوه يعني الابره بعين واحده، هيلاقي ان في صعوبه جدا، لكن بالعينتين سهل ان هو يعملها. مش يمسك الابره ويمسك الفتله، لا هو ما يمسكش، عشان ممكن واحد يبقى ويل تريند وهو مغمض يروح ايه ضاضمها باحاسيسه الثانيه. ولكن اما تكون الابره لوحدها والفتله لوحدها ما يقدرش يدخل الفتله جوه الابره بعين واحده، بالعينتين سهل ان هو يجيبها عشان هو بالعينتين عنده الحاجه اللي احنا بنسميها دبس بيرسبشن. وانا قلت المثل ده قبل كده ان في واحد زميلي كان نايب بتاع جراحة مخ وأعصاب، كان حصل له حاجة في عينه وهو بيساعد في العملية، يعني هو واحنا كنا نواب سنة 60 أو حاجة زي كده، وهو بيساعد في العملية بدل ما يقص الليجنشر قص أبري أثناء عملية بتاعة نيورو سيرجري. طبعا المسألة بتبقى خطرة، ولولا إن هيز بروفيسور أخذ باله ومسك الأبري مرة تانية كان ممكن إن دوت يبقى سيريس. يعني المسألة ما هياش سهلة، حكاية الايه الدبس بيرسبشن دي ان الواحد يفقدها، لا، اذا فقدها بيفقد حاجة كبيرة وحاجة مهمة واحنا حاسين بيها. يبقى العينتين بيرتبطوا مع بعض على ثلاث مراحل، المرحلة الأولانية بنسميها simultaneous perception، والثانية بنسميها fusion، والثالثة بنسميها دبس بيرسبشن. وقلنا ان وسيلتنا لان احنا نعرف الحكاية دي بجهاز بسيط اسمه امبليسكوب. الجهاز عبارة عن انبوبة بتبقى قدام العين اليمين وانبوبه قدام العين الشمال، قدام الانبوبه بتاعت العين اليمين بنحط سلايد بتاع العصفوره، قدام الانبوبه بتاعت العين الشمال بنحط سلايد بتاع القفص، وبعدين الشخص نفسه هيبص بعينيه الاثنين، لو شاف العصفوره والقفص في نفس اللحظه ما يبقاش ده اسمه simultaneous perception. لازم هي فيها زي الهنج كده، لازم يدخل العصفوره جوه القفص، لو دخل العصفوره جوه القفص يبقى عنده simultaneous perception. وبعدين بنجيب يعني صوره بتاعت ارنب ليه ديل وصوره بتاعت ارنب ماسك بانش اوف فلاورز، لو شاف الارنبين في نفس اللحظه ما يبقاش ده برضه ايه فيوجن، لازم يخلي الارنبين ارنب واحد ليه ديل وماسك بانش اوف فلاورز، يبقى هو دوت الفيوجن. بعد كده هو بنجيب صوره بتاعت باكت او جردل ومسقط بتاع جردل، ومسقط بتاع جردل بيبقى عباره عن دوائر، وحطينا قدام دي قدام العين اليمين ودي قدام العين الشمال، لو شافهم وشاف ان في بق واسع وبطن اضيق ويد مرفوعه، وشاف ان في حاجه ليها دبس
يبقى هو عنده دبس بيرسبشن، والا ما يبقاش عنده دبس بيرسبشن او يعني الدرجه الثالثه في الرقي في البينوكلر فيجن اللي احنا قلنا عليهم ان العينين بيرتبطوا مع بعض على ثلاث مراحل، دول مهمين جدا. مره ثانيه بنقول النهارده ان العينين بيرتبطوا مع بعض على ثلاث مراحل، الاولانيه اسمها سيمالتينس بيرسبشن، والثانيه اسمها فيوجن، والثالثه اسمها دبس بيرسبشن. بعد كده هوت احنا قلنا نقط حاجه اسمها يعني ايه كورسبوندينج بوينتس، يعني ايه بروجكشن، وقلنا قبل كده برضو ان في حاجه اسمها اوبتيك اكسس وفي حاجه اسمها فيجوال اكسس، وقلنا ان الاوبتيك اكسس اللي يعني اقل اهميه بالنسبه لنا من الفيجوال اكسس، وان احيانا الفيجوال اكسس ينحرف وبنسمي ده الحول، وقسمنا الحول لنوعين، نوع بيبقى حقيقي بنسميه ترو، والنوع الثاني بيبقى فولس. النوع الترو ده احيانا بيبقى الحول ظاهر زي عند معظم الحالات، فبيبقى دوت اسمه مانيفست سكوينت، واحيانا الحول بيبقى مستتر او كامل او مش يعني مش باين زي اللي هو موجود عند معظمته كده اللي احنا بنسميه ليتنت سكوينت. المانيفست سكوينت ممكن يكون سببه باراليسيس اوف ماسل او مور ذان وان ماسل بنسميه باراليتيك، وممكن يكون سببه حاجه ثانيه اللي احنا بنتكلم عليه ما يبقاش فيه باراليسيس ولا حاجه، اللي احنا بنسميه نون باراليتيك سكوينت او بنسميه كونكومتنت سكوينت. معادنا النهارده ان احنا نتكلم على الكونكومتنت سكوينت، نشوف ايه هو الايتيولوجي بتاعه، ايه التايبس بتاع السكوينت اللي هو موجود فيه، ايه الكلينيكال بيكشر، ايه الانفستيجيشنز اللي احنا بنعملها عشان نوصل للدايجنوزيس، ايه التريتمنت اللي احنا نعمله. وهنلاحظ ان في الكونكومتنت سكوينت ان الايتيولوجي اربعه، والتايبس اربعه، والكلينيكال بيكشر اربعه، والدايجنوزيس اربعه، والتريتمنت اربعه، يعني احنا هنمشي في رباعيه بانتظام كده كل واحده فعلا اربعه. اما نيجي نتكلم على الايتيولوجي بتاع الكونكومتنت سكوينت في الاول، هقول ان اول حاجه قبل ما اقول الايتيولوجي، لسه انا قايل دلوقتي ان العينتين بيرتبطوا مع بعض على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه بنسميها سيمالتينيس بيرسبشن، والثانيه فيوجن، والثالثه طيب افرض ان في عين فيها اوباسيتي اوف ذا كورنيا او اوباسيتي اوف ذا لينز او ليجن في الماكيلا، فالعين دي الصوره بتاعتها مش هتيجي مع الصوره بتاعت دي في نفس اللحظه، او الصوره بتاعت دي ما تبقاش واضحه والصوره بتاعت دي تبقى واضحه. اما يروحوا للبرين في نفس المكان وفي نفس اللحظه، البرين هيحس بالصوره اللي هي واضحه وما يحسش بالصوره اللي ما هياش واضحه، ما يحسش بيها كويس. من الاول كده ما يحصلش سيمالتينيس بيرسبشن. عشان يحصل سيمالتينيس بيرسبشن لازم الصوره تبقى واضحه من الناحيه دي، ولازم الصورة تبقى واضحة من الناحية دي. في شروط لأن العينتين يرتبطوا مع بعض. لازم السيمالتينيس بيرسبشن عشان يتم، لازم وضوح الصورة الناحية دي ووضوح الصورة الناحية دي. فإذا كان في ليجن في الكورنيا أو ليجن في اللينز أو ليجن في الماكلة، الصورة ما تبقاش واضحة. طب وإذا كان في ليجن في الأوبتيك نيرف؟ نفس الشيء. طب وإذا كان في ليجن في الكيازما؟ نفس الشيء. وإذا كان في ليجن في الأوبتيك تراك؟ نفس الحكاية. طب واللاترال جينيكال بودي والاوبتيك راديشن والاوكسيبتال كورتكس نفس الشيء، يعني ليشن في الطريق الطالع النتيجه بتاعته ان الواحد مش هيبقى شايف كويس. طالما هو ما هوش شايف كويس ما يحصلش سيمالتينس بيرسبشن، واذا ما حصلش سيمالتينس بيرسبشن العينتين ما ارتبطوش مع بعض، واذا العينتين ما ارتبطوش مع بعض عين تبقى باصه ناحيه الاوبجكت اوف ريجارد، والعين الثانيه تبقى باصه يمين، باصه شمال، باصه فوق، باصه تحت، باصه في اي اتجاه. دول الشخص نفسه يحرك عينه كده او يحرك عينه كده، العينتين يتحركوا مع بعض عشان ما فيش باراليسيس، ولكن عين باصه ناحيه الاوبجكت اوف ريجارد والعين الثانيه باصه في اتجاه ثاني كومبليتلي ديفرنت. هذا النوع من الحول اللي ما فيش باراليسيس اوف ماسل بنسميه كونكومتنت سكوين، والسبب بتاعه ليجن في الطريق الطالع. في ناس بيسموا الليجن اللي هو في الطريق الطالع ده سنسوري اوبستكل، يعني اعتراض في طريق السنسيشن. في ناس بيسموها ليجن ان ذا افرنت باسوي، انه الاحسن فيهم؟ ليجن ان ذا افرنت باسوي ولا سنسوري اوبستكل؟ دي او دي هتؤدي نفس الايه الغرض، ولو قلت دي زي بعض ولو قلت دي زي بعض. يبقى اول واحده الايديولوجي بتاع الكونكومتنت سكوينت سنسوري اوبستكل او ليجن ان ذا افرنت باسوي. نيجي بعد كده للنقطه الثانيه، انا لو باصص بعيد تماما هيبقى العينتين بتوع البارادايز، لو ابص عند اخر المدرج كده هيبقى العين دي والعين دي باصين عند اخر المدرج، لو انا باصص عند بعد متر هتبقى عيني اليمين والعين الشمال باصين عند بعد متر.
طب الصورة اللي هي بتاعت على بعد متر دي ازاي هي بتبقى واضحة؟ زي الصورة بتاعت الحاجة البعيدة. احنا عارفين ان عندنا في بروسيس اللي احنا بنسميها اكوموديشن، اللي هي دايما بتخلي الصورة على الريتنا، دايما بتخلي الصورة على الريتنا عن طريق كونتراكشن اوف ذا سيليري بودي، بيخلي اللينز تتكور زيادة بحيث ان الصورة تيجي على الريتنا مرة تانية. فاللي بيعمل دوت اسمه اكوموديشن. الاكوموديشن ماشي مع حاجة اسمها كونفرجنس. اما اجي ابص لحاجة قريبة بيحصل كونفرجنس وبيحصل اكوموديشن، ده بيحصل كمان كونتراكشن اوف ذا بيبل، رياكشن كده مع بعضه اسمه نير رياكشن. بيحصل فيه الثلاثة كومبوننتس دول، بيحصل الاكوموديشن والكونفرجنس والكونتراكشن اوف ذا بيبل. انا هقول هتكلم على الاكوموديشن والكونفرجنس. لو انا بصيت على بعد متر بعمل اكوموديشن بما يوازي 1 دايوبتر، لو انا بصيت على بعد 50 سنتي بعمل اكوموديشن بما يوازي 2 دايوبتر، لو انا بصيت على بعد 25 سنتي بعمل اكوموديشن بما يوازي 4 دايوبتر، 100 على المسافه. طب تعالى مره ثانيه، لو انا بصيت على بعد متر عيني بتنحرف كده والعيني بتنحرف كده بما يوازي 1 درجه، لو انا بصيت على بعد 50 سنتي عيني دي بتنحرف درجتين، لو بصيت على بعد 25 سنتي عيني بتنحرف 4 درجات، لو بصيت على بعد 10 سنتي عيني بتنحرف 10 درجات، 100 على الايه؟ المسافه. يبقى كل اكوموديشن يصاحبه كونفرجنس مساوٍ له في المقدار. وتقدر تقول ان كل كونفرجنس يصاحبه اكوموديشن مساوٍ له في المقدار. يعني دي تساوي دي او دي تساوي دي، مفيش في دي مانع. اما واحد يبقى عنده هايبرمتروبيا، افرض ان هو عنده هايبرمتروبيا 10 درجات، عشان يقدر يشوف الحاجه البعيده لازم يعمل اكوموديشن 10 درجات، ده اللي مش لابس نظاره. عشان يقدر يشوف الحاجه البعيده لازم يعمل اكوموديشن 10 درجات. طب لو عاوز يبص على بعد متر يعمل اكوموديشن بما يوازي 1 دايوبتر فوق ال 10، يبقى يعمل اكوموديشن بكام؟ ب 11 درجه. ال 11 درجه اكوموديشن يوجوالي يصاحبهم كم درجه اوف كونفرجنس؟ 11 درجه اوف كونفرجنس. لكن المطلوب كام؟ واحد بس. انا لو عاوز ابص على بعد متر يبقى المطلوب ان انا اعمل كونفرجنس بما يوازي 1 درجه. طب الشخص اللي عنده هايبرمتروبيا بالشكل ده بيجي له وهو صغير في السن كونفرجنس ازيد من اللازم. الكونفرجنس ازيد من اللازم ممكن يخلي العينتين ما يرتبطوش مع بعض وما يحصلش باينوكلر فيجن، وتكون النتيجه ان عين تركز والعين الثانيه تبقى كونفرجنس. لكن المايوبي يجي له ايه؟ دايفرجنس. ففي ناس بيقولوا ان السبب الثاني للكونكومتنت سكوين احيانا بيقابلني واحد طفل ما عندوش سنس الاوبستكل وعنده كونكومتنت سكوين، فما اجي اعمل له اقيس له يعني الايرور اوف ريفراكشن الاقي عنده هايبرمتروبيا في حاله الكونفرجنس سكوين وميوبيا في حاله الايه؟ الدايفرجنس سكوين. طب ازاي الهايبرمتروبيا تعمل كونفرجنس وازاي الميوبيا تعمل دايفرجنس؟ السبب بتاعها لخبطه في الاي اوفر سي ريشيو. لخبطه في الاي اوفر سي ريشيو معناها ان دوت السبب بتاعها ايرور اوفر ريفراكشن. فممكن تقول ان السبب الثاني من الاسباب بتاعت الكونكومتنت سكوين ايرور اوفر ريفراكشن، وممكن تقول لخبطه في الاي اوفر سي ريشيو، او ممكن تقول ان الهايبرمتروبيا هتعمل كونفرجنس والمايوبيا هتعمل دايفرجنس. صح كده؟ يبقى احنا لغايه دلوقتي قلنا سببين. طب احيانا تلاقي واحد عنده حواس، حرك عينك يمين حرك عينك شمال تبص تلاقيه حرك عينه كويس، يبقى ما عندوش باراليسيس، وعينه محوله يبقى عنده كونكومتنت سكوين، وما عندوش سنسوري اوبستكل ولا ليجن از افرنت تصوير، عينه سليم وما عندوش ايرور اوفر فراكشن. طب ايه السبب؟ لسه احنا قايلين دلوقتي في المقدمه بتاعتنا ان العينتين بيرتبطوا مع بعض على ثلاث مراحل، الاولانيه سيمالتينس بيرسبشن والثانيه طيب حصل السيمالتينس بيرسبشن لكن ما حصلش الفيوجن عشان الفيوجن سنتر از ديفكتيف، الفيوجن سنتر مش موجود. اذا وقف ارتباط العينتين مع بعض والعينتين ما ارتبطوش مع بعض ممكن عين تحول والعين الثانيه تبص للاوبجكت اوف ريجارد، بالرغم ان هو ممكن يكون في الدرجه الاولانيه في سلم الرقي اللي احنا بنسميها سيمالتينس بيرسبشن، لكن دي مش كفايه، لازم يحصل الفيوجن ولازم يحصل الدبس بيرسبشن عشان الارتباط بتاع العينتين يبقى كامل وسليم. صح كده؟ فيبقى في بعض الحالات اللي هي ما فيهاش سنسور اوبستكل
وما فيهاش ايرور او ريفراكشن ممكن يكون السبب بتاع الكونكوميتنت سوين ديفكتيف فيوجن سنتر، ان الفيوجن سنتر مش موجود او ان الفيوجن ما حصلش. يبقى في عندنا سبب، كم سبب دلوقتي من اسباب الكونكوميتنت سوين؟ ثلاثه. الاولانيه سنسوري اوبستكل او ليجن از اوت. الثانيه ايرور او ريفراكشن او اي اوفر سي ريشيو متلخبطه، او اللي احنا بنسميها ان الهايبر مجلوب يجي له كونفرجنس والمايوبيا يحصل له دايفرجنس. والثالثه ديفكتيف فيوجن سنتر. احيانا يبقى في كومبينيشن، يعني احيانا واحد يبقى عنده دي ودي، واحيانا واحد يبقى عنده دي ودي، واحيانا يبقى واحد عنده دي ودي. فطبعا يجي له حول، مش يجي له حول، ده يجي له حول جانبي كده، مش كده؟ يبقى دي ثلاثه ودي اربعه. وزي ما احنا قلنا ان السبب بتاع الكونكومتنت سكوينت اربع حاجات، يبقى احنا التزمنا بالكلام بتاعنا بالرباعيه بتاعتنا، يبقى السبب بتاع الكونكومتنت سكوينت الاربعه دي. طيب الحول اللي عنده كونكومنت سكوينت بيقابلنا نوعين اساسيين. واحد تلاقي الحول مستمر عند الطفل او يعني عند الشخص نفسه باستمرار باستمرار، عينه اليمين بتحول او عينه الشمال بتحول. واحيانا في واحد يجي يقول ايه؟ ان هو او تيجي ام تقول ان الطفل ده احيانا يحول واحيانا ما يحولش. احوالا تبص تلاقيه يحول ليوم ولا نص يوم ولا ساعه ولا ساعتين وبعدين عينه تتعدل. فيبقى احنا عندنا نوعين، نوع كونستانت يبقى باستمرار طول الوقت، ونوع بيريودك يعني يجي وقت ويروح ايه؟ وقت تاني، يبقى يا كونستانت يا. وفي جميع الاحوال ممكن الحول يبقى في عين واحده او ممكن يتعاقب، مش ممكن الحول يجي في العينتين في نفس اللحظه. يعني العين اليمين تبص والعين الشمال تبقى حوله، او العين الشمال تبص والعين اليمين تبقى حوله. فدوت بنسميه alternating. يبقى الحول في الحاله دي يا يوني لاترال يا alternating. طب العين هتروح فين؟ لو دخلت لجوه بنسميها كونفرجن، لو طلعت لبره بنسميها دايفرجن. طب لو بصت لفوق او لو نزلت لتحت؟ فعشان حكايه لفوق وتحت دي بيقولوا ان لجوه اسمها ايزو ولبره اسمها اكسو، ده باللاتين. لفوق بنسميها هايبر وتحت بنسميها هايبو. ولذلك يبقى الاربع انواع بتوع الديفيشن يا ايزو يا اكسو، يا هايبر يا هايبو. هايبر وهايبو وايزو واكسو ايه؟ تروبيا. بس كلمة تروبيا يعني ديفيشن او حول. فيبقى ايزو تروبيا، اكسو تروبيا، هايبر تروبيا، هايبو تروبيا، هم الاربع انواع بتوع الايه؟ الكونكومتنت سكوينت. يا ايزو يا اكسو، يا هايبر يا هايبو تروبيا. يبقى دول التايبس بتاع الديفيشن. الشخص اللي عنده كونكومتنت سكوينت ليه قصة مختلفة عن الشخص اللي عنده باراليتيك سكوينت. يمكن اذكركم بان الشخص اللي عنده باراليتيك سكوينت بيبقى عنده ليميتيشن اوف موفمنت، تقول يحرك عينه كده ما يحركهاش كويس. ان ذا دايركشن اوف اكشن اوف ذا باراليتيك ماسل. حرك عينه كده ان ذا دايركشن اوف اكشن اوف ذا باراليتيك ماسل، يجي له ديبلوبيا ويجي له نوزيا ويجي له بومتنج ويجي له فرتايبو. وبعدين ما تقول له يشاور على حاجه ما يشاورش عليها مظبوط، وتبص تلاقي ان دماغه تملي معوجه ان ذا دايركشن اوف اكشن اوف ذا باراليتيك ماسل. هذه الخماسيه بتاعت الباراليتيك سكوين مش موجوده كلها في الكونكومنت. يعني الشخص اللي عنده كونكومنت سكوين تلاقي ما عندوش ولا واحده من الخمسه دول، ولا ليميتيشن ولا ديبلوبيا ولا نوزيا ولا اوكيلار بروتوكولس ولا فولس بروجكشن او فولس اورينتيشن. هتلاقي عنده ايه؟ الشخص اللي عنده كونكومنت سكوين بتروح منه كل المانيفستيشنز دي، عشان وهو في البدايه بتاعت عمره العينتين ما ارتبطوش مع بعض. الصوره جت على الريتنا على الماكله بتاعت عين، والعين الثانيه جت على خارج الماكله، يحصل ديبلوبيا. الديبلوبيا دي انوينج للشخص وهو لسه صغير والعينتين لسه ما ارتبطوش مع بعض. تبص تلاقي البرين يروح عامل سبريشن او انهبيشن للصوره اللي هي انوينج للفيجن. فتبص تلاقي انه يحصل حاجه اسمها سبريشن او انهبيشن. يبقى اول حاجه بتقابلنا في الكونكومتنت سكوينت السبريشن او الانهبيشن. والسبريشن او الانهبيشن احنا واخدين عليه في السنتر نيرفس سيستم. انت يمكن تلاحظ انك انت وانت في سنه ثالثه وانت بتبص على الميكروسكوب ممكن انك انت تبص بالعين الشمال تبقى شايف السلايد، وبالعين اليمين تبقى شايف البنش، لكن انت انترستد في مين؟ في السلايد. فطالما انت انترستد في السلايد فممكن انك انت تبقى شايف السلايد والعين الثانيه تبقى مفتحه
والراما من كده الصوره بتاعتها اس انهبيتور. وزي ما انا قلت النوبه اللي فاتت احيانا احنا نبص بقاع العين بتاع العين الشمال نبقى شايفين قاع العين بتاع العين الشمال، والعين اليمين نبقى شايفين شعرها. احنا انترستد في مين؟ بعينيها ولا في شعرها؟ لا لا لا، احنا انترستد في قاع العين في الباندس. فيبقى في الحاله دي كده كويس العين الثانيه بتبقى جت انهبيتد او سبريسد او الواحد مش هو شايف. يعني السبريشن او الانهبيشن في السنترال نيرفس سيستم بيبقى موجود واحنا عارفينه، ودوت ممكن يتم في عين واحده. طب سبريشن سبريشن سبريشن، انهبيشن انهبيشن انهبيشن، يوم وشهر وسنه وسنين بيحصل السبريشن والانهبيشن، فتكون النتيجه انك انت تيجي تغطي العين دي يبقى شايف بيها 6 سنتي، وتيجي تغطي العين دي هيك يبقى شايف بيها 66، مش شايف بيها كويس. تبص في العين تلاقي ان الكورنيا سليمه واللينس سليمه والريتنا سليمه والفندس از نورمال، ولكن العين ما هيش شغاله. اما العين ما تبقاش شغاله والمنظر بتاعها بيبقى سليم وقاع العين بيبقى سليم، دي ليها اسم باللاتيني اسمها امبليوبيا. كلمه امبليوبيا بتقابلنا في اكثر من مكان، ولكن الامبليوبيا او الدمنيشن اوف فيجن اللي سببه ان العين مش شغاله ليها اسم اسمها امبليوبيا اكس انوبسيا. اكس انوبسيا يبقى امبليوبيا معناها دمنيشن اوف فيجن، والعين سليمه او العين سليمه ومعاها دمنيشن اوف فيجن. اكس يعني اوت، اوبسيا يعني استعمال، يبقى امبليوبيا اكس انوبسيا يعني ان العين ما بتستعملش. فيبقى ده سبب الامبليوبيا، عشان في توكسيك امبليوبيا وفي هيستيريكال امبليوبيا وفي كونجنتال امبليوبيا. يبقى في كام نوع من الامبليوبيا؟ 4 هم. يبقى احنا النهارده ماشيين رباعيه مستمره، فيبقى الامبليوبيا اللي هي تهمنا هنا في بالنسبه للحول الامبليوبيا اللي هي عشان العين ما بتستخدمش بنسميها امبليوبيا اكس انوبسيا. المصدر بتاعها فين او المكان بتاعها فين؟ هيبقى الهاير سنترز، ما هياش حاجه في الريتنا ولا في الكيازما ولا في اللاتراجينيكتد بودي ولا في حاجه، دي تبقى موجوده في الهاير سنترز. سبريشن او انهبيشن للهاير سنترز اللي هي بتاعت البريك. يبقى اول حاجه بتقابلنا سبريشن، ثاني حاجه بتقابلنا امبليوبيا. يبقى ما فيش ليميتيشن اوف موفمنت، وما فيش ديبلوبيا، وما فيش نوزيا، وما فيش فوميتنج، وما فيش حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها بالنسبه للباراليتيك سكوينت. لا، اللي احنا بنلاقي سبريشن في النهايه يؤدي الى امبليوبيا. احيانا يحصل حاجه ثانيه. الصوره تيجي على المكله بتاعت العين اليمين، والصوره تيجي على نقطه خارج المكله بتاعت العين الشمال. كل مره الصوره تيجي هنا على المكله بتاعت العين اليمين وتيجي على نقطه خارج المكله بتاعت العين الشمال. كل مره تيجي الصوره هنا وتيجي هنا، كل مره تيجي الصوره هنا وتيجي هنا. الحته دي اهي اللي هي خارج المكله بتاعت العين الشمال احيانا تبقى جت استيميليتد اكتر من المكله، واحيانا تبقى قوه الابصار بتاعتها احسن من المكله، واحيانا تبقى عامله زي المكله اللي ما هياش مكله، يعني ماكله وما هياش في الحقيقه ماكله، او فولس ايه؟ ماكله، بنسميها فولس ماكله او سودو ماكله. هذه الماكله الجديده او الفولس ماكله، الشخص ده لو قلت له اقفل عينك اليمين وراح قافل عينه اليمين وقلت له يبص قدامه، يبقى عينه باصه كده اهو، ويبقى باصص قدامه كده، عشان باصص بمين؟ بالماكله الجديده. لو كانت الماكله الجديده الناحيه دي يروح عامل عينه كده اهو، يبقى باصص ناحيه الشباك ده، هو يبقى باصص قدامه. يبقى عينه محوله وبالرمل كده هو باصص ايه؟ شايف قدامه او شايف قصاد الماكله الجديده. حكايه ان هو يبص قدامه وعينه تبقى محوله بنسمي ده اكسنتريك فيكسيشن. اكسنتريك يعني خارج مين؟ السنتر. اكسنتريك فيكسيشن سببه ايه؟ حاجه اللي احنا بنسميها فولس ماكله. يبقى لو فولس ماكله تؤدي الى اكسنتريك فيكسيشن. لو احنا بصينا للكلينيكال بيكشر دي هنلاقي ان فيها 4، نمرة 1 سبريشن، نمرة 2 امبليوبيا، او سبريشن يؤدي الى امبليوبيا، فولس ماكلا تؤدي الى اكسنتريك ايه؟ فيكسيشن. يبقى احنا عندنا كام حاجة دلوقتي في الكلينيكال بيكشر بتاعت الكونتنت سكوين؟ 4 حاجات، سبريشن، امبليوبيا، فولس ماكلا، اكسنتريك فيكسيشن، يبقى 4، لكن ما عندناش مين؟ الخمسة بتوع مين؟ بتوع الباراليتيك سكوين. الباراليتيك سكوين فيه 5، ولذلك لو جالك الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الفرق ما بين الباراليتيك سكوينت والكونكومنت سكوينت، اروح كاتب جدول كده اهو واروح حاطط فيه 9 نقط، اقول هنا 5 مش موجودين هنا، واقول هنا في 4 مش موجودين هنا.
يبقوا كام؟ 9 نقط. يبقى الجدول هيبقى فيه التسع نقط دول اللي هو الديفرنشال دايجنوزز ما بين الباراليتيك والكونكومتنت سكويد. نيجي بعد كده هو للدايجنوزز. انا عشان اشخص اذا كان في كونكومتنت سكويد ولا لا، اولا الكونكومتنت سكويد شرط انه يكون ظاهر. يعني ايه؟ اما بص للعيان كده اهو انسبكشن اوف ذا بيشنت هيبين ان عين محوله والعين الثانيه دغري. اما اجي انور بطورش كده الاقي ان ايه؟ الطورش يجي في السنتر بتاع عين والعين الثانيه اوتسايد السنتر، يبقى دوت مؤكد ان في سكويند او في ديفيشن او في تروبيا. حرك عينك يمين، حرك عينك شمال، حرك عينك فوق، حرك عينك تحت. لو عينه اتحركت في جميع الاتجاهات يبقى السكويند ده ما هوش ايه؟ يبقى السكويند ده ايه؟ كونكومتنت. نان باراليتيك هي كونكومتنت. صح كده؟ عاوز اعرف الحول فين؟ هو يمين ولا شمال؟ تمام؟ يونيلاترال ولا الترنيتنج؟ فعشان اعمل الحكايه دي في تيست بسيط قوي ممكن اسمه كفر تيست او سكرين تيست. يعتمد على معلومه صغيره جدا ان الشخص اللي عنده حول في ناحيه واحده ما يقدرش يركز بالعين دي في وجود العين السليمه. ولو كان عنده الحول متعاقد يبقى يقدر يركز بالعين اليمين زي ما يركز بالعين الايه؟ الشمال. تعال نشوف واحد عنده حول في العين الشمال باستمرار، عينه عاوزينها تبقى كونفرجنت ولا دايفرجنت؟ عاوزينها ايه؟ اهو ادي دي العين دي اليمين كده اهو سليمه، لما جبتش الموديل بتاع العين معلش، وادي دوت العين الشمال كونفرجنت اهي وهي اللي فيها الحول، يبقى الحول دلوقتي فين؟ في العين الشمال. اجي انا اروح مغطي العين اليمين. كده كويس؟ هيروح ايه؟ عادل الشمال عشان يجيب الصورة على أحسن حتة في الريتنا اللي هي يا الماكلة يا حتة جنبها، مش كده؟ أما يعدل عينه كده يبقى دلوقتي تحت الكفر ده ايه؟ عينه دي لازم تتحرك كده. ليه؟ عشان العينتين بيتحركوا مع بعض كده عشان الماسلز ار نورمال. الماسلز هنا مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها باراليسيس ولا حاجة. فهو اذا كانت دي كانت باصه كده ودي كده، اما اغطي دي اهي ودي تتعدل كده اهو، ببص بلاقي ان دي راحت محوله كده تحت السكرين. اول ما اشيل السكرين، افرض ان انا شفت السكرين من قدام العين اليمين وفضل باصص كده وفضلت اليمين محوله، يبقى بيعرف يركز بالشمال ولا لا؟ اغطي الشمال ابص الاقي دي عملت كده، اغطي اليمين الاقي دي عملت كده، اشيل الكفر الاقيه واقف في الاتجاه ده هو كده اهو، يبقى الحول دوت اسمه حول متعاقد او الترنيت. هو بيركز باليمين زي ما بيركز بمين؟ بالشمال. تعال نشوف الشخص الثاني. واحد عنده حول في العين الشمال. اغطي اليمين الاقي غطيت اليمين بصيت لقيت العين اليمين الشمال اتعدلت والعين اليمين تحت الكفر انا مش شايف، والعين الشمال تحت الكفر راحت محوله كده. اول ما اشيل الكفر راح عامل كده. احط الكفر يروح عامل كده، اشيل الكفر يروح عامل كده، اول ما اشيل الكفر يروح عامل كده. ما يقدرش هو يركز بالايه؟ بالشمال في وجود مين؟ اليمين السليمه. يبقى الحول فين؟ في الشمال. يبقى ده يونيلاترال ولا الترنيتنج؟ يونيلاترال. يبقى الحول دوت يونيلاترال او اللي اسمه يعني ايه؟ يونيلاترال سكوينت، يونيلاترال كونكومتنت سكوينت. تمام كده؟ انت بقى في الامتحان افرض جالك الحاله بتاع الحول وعاوز تعرف هو يمين ولا شمال، ممكن من غير ما تعمل الكفر تيست ولا تتعب نفسك اسلو النظر. لو النظر في دي 6-6 ودي 6-60 يبقى الحول فين؟ ها؟ يبقى الحول شمال ولا يمين؟ شمال. طب لو النظر في دي 6-6 ودي 6-9 يبقى الحول فين؟ يبقى الحول الترنيتنج. طب لو الحول دي 6-6 ودي 6-12 يبقى الحول فين؟ برضه الترنيتنج. لو كان في فرق سطر او سطرين ما تفرقش، لكن لو في 5-6 اسطر فرق ها يبقى ايه؟ الحول هيبقى موجود في العين اللي هي الايه؟ الاعرف. تمام كده؟ احيانا بيبقى طفل صغير وانت مطالب انك انت تقول هو الحول باراليتيك ولا كونكومتنت؟ ومطالب تقول ان الحول يمين ولا شمال؟ ها؟ فيبقى ما قدامكش غير مين؟ انك انت تعمل الكفر تيست ده بهذه الصوره. يبقى اول حاجه بنعملها كتشخيص
هو في حول في الاول ولا ما فيش؟ في. طب الحول فين؟ يمين ولا شمال ولا الترنيتنج؟ عرفنا بالكفر تيست او بالفيجوال اكيوتي ان الحول يا كده يا كده. في ناس بيسموه سكرين وفي ناس بيسموه كفر. انت تقول اللي يعجبك يعني ممكن تقول دي او ممكن تقول دي. تاني حاجه عاوزين نشوف هو وصل لغايه فين في سلم الوطيه. هو عنده سيمالتينس بيرسبشن ولا فيوجن ولا ديبس بيرسبشن؟ اعرف ازاي؟ هجيب الجهاز الصغير اللي اسمه ايه؟ الامبلسكوب. وما يكبر يبقى اسمه ساينوبتوكور. اجيب الجهاز الصغير ده واحط له العصفوره قدام العين اليمين والقفص قدام العين الايه؟ الشمال. لو دخل العصفوره جوه القفص يبقى عنده سيمالتينس بيرسبشن. لو ما عرفش يدخلهم يبقى ما عندوش. لو دخلهم هجيب الايه؟ الارنب ابو ديل والارنب اللي ماسك بانش فلاورز. وحط الارنب اللي ابو دين قدام العين اليمين والارنب اللي ماسك واتش فلاورز قدام العين الشمال ويظبطهم. لو قدر ايه يظبطهم يخليهم ارنب واحد ليه دين ماسك واتش فلاورز وده مش ممكن يحصل يبقى عنده ايه؟ فيوجن. صح كده؟ يبقى انا بشوف بالامبلسكوب او بالسينوبتوكوب الديجري اوف ذا باينوكلر. يبقى اول حاجه بشوف الحول هو في حول ولا ما فيش، وبعدين بشوف هو الحول فين، يونيلاترال ولا اوبترنيتنج، وبعدين بشوف الديجري اوف ذا باينوكلر فيجن. بعد كده هو عاوز اعرف، عاوز اعدله، وانا قبل ما اعدله عاوز اشوف حجم المشكله اللي عندي. هو عنده كم درجه من الحول؟ عنده كم ديجري اوف ديفيشن؟ فالديجري اوف ديفيشن سهل جدا. احنا بنجيب تورش كده من اللي هو وياك وده، وبنيجي واقفين على بعد 60 سم نروح منورين النور كده. الشخص نفسه هيبص للايه؟ للنور. اما يبص للنور هيجي الصوره بتاعت النور في المركز. بتاعت ناحية في المركز البيوكل، والعين الثانية هتبقى خارج المركز. لو جت عند الحرف بتاع البيوكل يبقى 15 درجة، لو هنا هو يبقى 30 درجة، لو هنا يبقى 45 درجة، لو بره يبقى 60 درجة، يبقى كل نقلة 15 درجة كده اهو. يبقى هنور هتيجي الصورة، طبعا عينيه بيبقوا قد بعض، ها؟ هتيجي الصوره في المركز فين؟ بتاع البيوبل في ناحيه، والناحيه الثانيه هتبقى خارج المركز، يا جوه يا بره، يا دايفرجنت يا كونفرجنت. فلو كانت هنا عند الحرف بتاع البيوبل يبقى 15، ما بين الحرف بتاع البيوبل وما بين الليمبس يبقى 30، عند الليمبس يبقى 45 درجه، هنا يبقى 60 درجه. هل دي طريقه مظبوطه لقياس الدرجات بتاعه الحول؟ لا، ولكن هي طريقه اكسبتد. يعني ممكن انك انت ايه لما تقول بيها ناخد بالكلام دوت ونصدقك وما فيش حاجه. وده عليك انك انت تقول هو عنده كومبتن سكوينت مثلا والدرجه بتاعته كذا، تمام؟ فيبقى في عندنا دلوقتي الديجري اوف ديفيشن عرفناها في حاجه اسمها كورنيا ريفلكس مثلا، ولكن في طريقه مظبوطه اكتر. الطريقه دي عباره عن بريمتر. ايه هو البريمتر؟ احنا اتكلمنا عليه في اول يوم اتقابلنا فيه. بيبقى عباره عن حاجه زي المنقله على زي نص دايره. الشخص نفسه هيبص على المركز بتاع البريمتر، وبعدين عين هتبقى باصه ناحيه المركز، والعين الثانيه هتبقى باصه الناحيه دي او باصه الناحيه دي. هو دوت مدرج مش كده؟ كل ربع دايره بيبقى 90 درجه. فهو باصص مثلا الناحيه دي، فبجيب تورش واروح ممشيه على الايه؟ على البريمتر، وانا باصص لغايه ما الاقي الصوره بتاعت التورش في السنتر بتاع العين الاولى. مشيت كم درجة؟ هنا صفر، هنا 10، 20، 30، 40، 50، على شكل المنقلة كده، بقدر أعرف الديجري أو ديفيشن عن طريق الإيه؟ البريمتر. يبقى في عندنا ها؟ كم طريقة دلوقتي بنعرف بيها الديجري أو ديفيشن؟ اثنين. الطريقة الأولانية بنسميها كورنير ريفلكس، والطريقة الثانية بنسميها إيه؟ بريمتر. الطريقة الثالثة ممكن إن أنا أقيسها له على حاجة اسمها سينوبتوفور أو أمبلسكوب. الشخص الطبيعي يظبط الصورة بتاعت الايه؟ بتاعت العصفور والقفص على الزيرو، لكن الشخص اللي عنده كونكومنتنس كوينت او عنده يدخل اسمه ده التو تيوبس كده 20 درجة يبقى عنده كونفرجنس 20 درجة، او يبعدهم عن بعض 30 درجة يبقى عنده دايفرجنس كام؟ 30 درجة. دي سبجكتيف ميثود او ميجرمنت اوف ذا ديجري. وممكن ان انا اوبزرف ذا ريفلكس، ها؟ واشوف هو هيظبطهم في السنتر، يعني اظبطهم له على السنتر بتاع الكورنيا دي، السنتر بتاع الكورنيا دي على الجهاز، واعرف برضه عن
عن طريق السينوبتوفور ممكن اعرف الديجري اوف ديفيشن. يبقى في كم طريقه دلوقتي بقيس بيها؟ الاولانيه كورنر ريفلكس، والطريقه الثانيه بريمتر، والطريقه الثالثه سينوبتوفور او امبلس فيو، الطريقه الرابعه سير بريست بسميستي، اسم طويل، سير يعني السيد، بريست دي ده واحد، تيب يعني شريط، سير بريست بسميستي ده بقى شريط عامل زي المزوره بتاعت التلفزيون. في اخرها بيبقى في حلقه، احط الحلقه في صباعي كده، ماسك في الحلقه دي شريط تاني مدرج، اروح فرده كده، يبقى اتملي الحلقه دي، اخلي الشريط ده الشخص يحطه تحت عينه او تحت يعني كده تحت عينه، وبعدين انا هيبقى افرده، وفي نهايته كده اروح ماسك الحلقه دي وافرد الشريط دوت، وبعدين معايا التورش واشوف الديجري، التورش هيجي في السنتر بتاع العين الحوله عند مفرد الشريط ده قد ايه، فيبقى دوت هو الديجري اوف ديفيشن. يبقى الشريط ده ممكن يتطبق واحطه في جيب، لكن السير كان البريمتر ده جهاز كبير قوي، والتورش ده والطريقه ما هياش قبل تمام، والسينوبتوفور ده جهاز برضه غالي، لكن السير بريست سميث ده يعني حاجه طريقه مظبوطه وفي نفس الوقت حاجه بسيطه ممكن اطبقها واحطها في جيب. يبقى في عندي كام طريقه اقيس بيها الديجري اوف ديفيشن؟ أربعة. الطريقة الأولانية إيه؟ كورنر ريفلكس، الطريقة الثانية بريمتر، والطريقة الثالثة سينوبتوفور أو أمبل سكوب، والطريقة الرابعة سير بريست بسميث. لكن اللي عليك في الامتحان إنك أنت تعملها هي الإيه؟ كورنر ريفلكس أقصر تمام؟ طب الشخص اللي عنده كونكومتنت سكوين بنعمل له أربع حاجات، إحنا قلنا لغاية دلوقتي ثلاثة. هو صحيح في حول؟ ها؟ وعرفنا كده كويس لو كان في حول هو فين مش كده، وبعدين عرفنا الديجري اوف باينوكولار فيجن وصل لغايه قد ايه في سلم الرقي، وبعدين الطريقه النقطه الثالثه ديجري اوف ديفيشن، وحتى الديجري اوف ديفيشن بكام طريقه؟ باربع طرق. عشان كده انا قايل لكم ان النهارده ان احنا هنتكلم عن رباعيه باستمرار. اخر حاجه احنا وي تيست فور ذا امبليوبيا. طب الشخص اللي عنده امبليوبيا اعرف ازاي ان عنده امبليوبيا؟ إذا كان منظر العين سليم وهو بيقول إن أنا مش شايف كده كويس؟ هو عنده أمبليوبيا ولا لأ؟ أعرف إزاي؟ طالما طبعًا الفيجوال أكيوتي ديفكتيف، ها؟ الفيجوال أكيوتي ديفكتيف والعين سليمة هو ده التعريف بتاع الأمبليوبيا. طب افرض طفل صغير مش عارف أقيس له النظر، أعمل إيه؟ وعاوز أعرف إذا كان في عنده أمبليوبيا ولا لأ؟ في حاجة بسيطة جدًا جدًا بس هي مش عليكم، لكن ممكن ان احنا نقولها. في قرص كده في اربع حروف. خرم، كل خرم هو القرص ده بيبقى لونه اسود. والخروم دي بيبقى عليها ازاز متلون. واحد فيهم لونه احمر. أو اثنين حمر وواحدة خضراء وواحدة بيضاء. الخضراء أنا حاسبها خضراء كده زي ما هي كده، وأدي دي البيضاء كده. يبقى في كام فورم؟ أربعة. أنا قلت النهاردة إن إحنا هنتكلم على إيه؟ رباعية. ها؟ هو اسمه ويرز فور دوت تيست. ويرز يعني ده اسمه ويرز فور دوت تيست. ويرز فور دوت تيست دوت بيبقى وراه لمبة. أما تيجي لمبة تنور ده هتشوف ده لونه إيه؟ أبيض. وده تشوفه لونه أحمر، وده لونه أحمر، وده أخضر. بنيجي نلبس الشخص نظارة حمراء قدام العين اليمين ونظارة خضراء قدام العين الشمال. الطفل دوت أما هنقوله يقفل العين الشمال ويبص بالعين اليمين. أنت أما تقفل العين الشمال وتبص بالعين اليمين هتلاقي ايه؟ هتشوف الاحمر احمر، وتشوف الاحمر احمر، وتشوف الابيض ده احمر، عشان في ازازه حمراء قدام عينك، قدام العين اللي هي اليمين، انت قابل العين الشمال، كويس؟ والاخضر مش هتشوفه خالص، ليه؟ الاحمر بيمتص اللون الاخضر فهي مش هتلاقي. هتبان سودة زي دي. هتبقى شفت كم؟
ثلاثة حمر بالعين الأنهي اليمين. اقفل العين اليمين، بص بالعين الشمال، هي قدامك إزازة خضراء، هتشوف الأبيض أخضر وتشوف الأخضر أخضر ومش هتشوف الأحمر، يبقى شفت كام؟ واحدة اثنين. يبقى أنت شفت اثنين خضر بالعين الشمال، ثلاثة حمر بالعين الإيه؟ اليمين. لو أنت طبيعي فتح عينيك الاثنين هتلاقي إن في اثنين حمر، واحدة خضراء وواحدة بيضاء. ليه؟ يبقوا كام؟ أربعة. لو أنت طبيعي، ليه؟ إيه اللي حصل؟ الحمراء، الصورة الحمراء بتاعت العين اللي هي اليمين ده هي، مش العين اليمين شايفة دي أحمر؟ والصورة الخضراء بتاعت العين الشمال ده هي، مش العين الشمال شايفة دي أخضر؟ الاثنين عملوا في البرين إيه؟ فيوجن، عملوا إيه؟ أبيض. يبقى في فيوجن ولا مفيش؟ في. يبقى الشخص الطبيعي يشوفها أربعة. طب افرض واحد شاف ثلاثة حمر، يبقى العين الشمال ما هيش شغالة، يبقى عنده إيه؟ سبريشن أو انهيبيشن في العين، تبقى مفتحة ومش شايفة. طب افرض واحد شاف اثنين خضر، يبقى العين اليمين ما هيش إيه؟ شغالة. يبقى الورس فور دوت تيست ده، بالرغم إن هو تيست ظريف وبسيط إلا إن هو مش عليك، ولكن لو عرفته ها؟ يعني تبقى حاجة بسيطة، ويبقى أنت عرفت مبدأ كويس، وبقنعك شوية بشوية إن فعلا والله في الإيه؟ في العين بيحصل فيوجن، وإن الفيوجن بيعمل صورة مختلفة عن الأصل. العين اليمين صورتها حمراء، والعين الشمال صورتها خضراء، والعينتين تبقى صورتهم إيه؟ أيوه. لو سمحت، يعني أي أبيض اللي أي سكوين؟ إحنا بنتكلم في الكونكومتال سكوين، بتبقى يوجوالي معاه سبريشن، إلا لو كان ألترنيتنج. لو كان ألترنيتنج يبقى في الحالة دي ما يحصلش إيه؟ سبريشن. ليه؟ عشان هو بيركز بدي، ودي بتبقى انهبيتد مؤقتا. كده كويس؟ زي الانهبيشن بتاع الميكروسكوب ده المؤقت ده، سبريشن مؤقت ما فيش فيه حاجة. صح كده؟ لكن لو حاول في عين واحدة باستمرار تبص تلاقي العين دي شوية بشوية النظر فيها إيه؟ يضعف، وإحنا هنشوف دلوقتي إزاي نعالجها، إزاي نرجعها للأصل بتاعها. اما تعرفي العلاج بتاعها تقدر تردي برضو على السؤال ده. تمام؟ اي فندم. بعد كده الشخص اللي عنده كونكومتنت سكوينت يبقى احنا شخصناه وعرفنا هو صحيح هو في حول ولا لا، والحول فين، يونيلاترال ولا الترنيتي، وبعدين الديجري اوف ذا باينوكولار فيشن، وعرفنا الديجري اوف ديفيشن، وعرفنا اذا كان في امبليوبيا ولا ما فيش. الشخص دوت بنعمل له ايه؟ ايه العلاج بتاعه؟ اول حاجه بنعملها ان احنا نعمل جلاس. طب ليه جلاس؟ ها؟ عشان احنا قلنا في السبب ايه؟ في احيانا يكون في ايرور اهو ريفراكشن، فنمر الواحد لازم نصلح الايرور، مش كده؟ صلحنا الايرور، لقينا النظر بتاع العين دي 6 6 والعين دي 6 60. طب اعمل ايه؟ المسألة سهلة. تاني حاجة بنعملها بعد الجلاسز ان احنا نقفل العين اللي 6 6. مين اللي يشتغل؟ العين اللي 6 60. بعد شهر وانا قافل دي، دي 6 60 تبقى 6 36. اروح قافلها شهر ثاني تبقى 6 24. اروح قافلها شهر ثالث تبقى 6 18. اروح قافلها شهر رابع تبقى 6 9. 6 12 وبعدين 6 9. اروح قافلها شهر ثاني تبقى 6 6. اشيل الكفر من دي. 6 كام؟ لا 6 6. تمام؟ What is gained could not be lost. ده قانون. يعني اللي هو gained could not be lost. أنا لو قفلت عيني دي مليون سنة وجيت فكيتها كده، هلاقيها برضه إيه؟ تشوف النجمتين اللي هما اللي هما جنبي. صح كده؟ فيبقى What is gained could not be lost. هو اللي هو ما هوش gained من الأساس، هو دوت اللي هو الصعوبة فيه. يبقى أنا أول حاجة عملت glasses وبعدين عملت إيه؟ occlusion. الله! طيب دي العين دي 6 6 والعين دي 6 6، ولكن العينتين لسه ما ارتبطوش مع بعض، لازم اخليهم ايه؟ يرتبطوا مع بعض. عشان يرتبطوا مع بعض اجيب الجهاز اللي هو الامبليسكوب، واحط العصفوره قدام العين اليمين والقفص قدام العين الايه؟ الشمال، واعلمه يومين في الاسبوع مثلا، حد واربع، اثنين وخميس، سبت وثلاث، يعني هو يعني ايه؟ حاجه زي كده، لغايه اما ايه؟ يقدر يجيب العصفوره جوه الايه؟ القفص. اذا دخل العصفوره جوه القفص يبقى وصل لفين في سلم الرقي؟ سيمتينس.
بعد كده هو تجيب له الارنب ابو ديل والارنب اللي ماسك بانش فلاور لغايه ما يخليهم ارنب واحد ليه ديل وماسك ايه؟ بانش فلاور. بعد كده هو بجيب له الايه؟ الدوائر قدام العين اليمين وقدام العين الشمال. اول ما يبص كده يقول ان انا شايف جردل. طبعا مش بيبص للدكتور. على طول يبقى ايه؟ وصل لغايه فين؟ نفس بيرسبشن اللي هو الدرجه الاخيره في السلم بتاع الرقي اللي هو اسمه ايه؟ باينوكيلار فيجن. الله، ده انا جبت له باينوكيلار فيجن لكن عينه لسه ما اتعدلتش. اللي ما يتعدلش انا اعدله. كده كويس؟ ده انا اعدله واعدل كمان. طب نعدله ازاي؟ العضله الضعيفه اقويها والعضله القويه ايه؟ الله، هو هنا في ضعيف وفي قوي؟ ده ما فيش بلانسز عشان تقول ان في هنا قوي وهنا في ضعيف. اقول لك انا العين الكونفرجن بعتبر ان الميديا ريكتس هي القويه واللاتر ريكتس ايه؟ العين الدايفرجن بعتبر اللاتر ريكتس هي القويه والميديا ريكتس هي الايه؟ فانا بقول ان العين الضعيف العضله الضعيفه اقويها والقويه ايه؟ اضعفها لغايه ما اعدل العينتين. يبقى دوت نمره كام؟ اربعه اللي هي سيرس. ولذلك تشوف تلاقي برضو ان التريتمنت بتاع الكونفرجن سكول ده ماشي في رباعين. نمرة واحد ايه؟ جراس. نمرة اثنين موشن. نمرة ثلاثة اكسرسايزز. نمرة اربعة سيرجي. تمام؟ فيبقى دول الرباعية كده. هل كل عيان او كل طفل عنده كونكومتنس كوين نروح هابدينه جلاس اوكلوجن اكسرسايز سيرجي؟ لا. افرض عنده دايفرجنت سكوين. لو كان عنده دايفرجنت سكوين من الاول بعمل له سيرجي. شوف الترتيب، مش بعمل له جلاسز، من الاول اعمل له ايه؟ سيرجري، اعدله في الاول. وهسيب لكم ليه؟ تردوا عليا، ليه انا ببتدي بسيرجري في حاله الدايفرجن سكوين؟ وبعدين اعمل له جلاسز وبعدين اوكلوجن وبعدين اكسرسايز. ده لو كان ايه؟ دايفرجن سكوين. لو واحد عنده الترنيتنج سكوين مش محتاج ان انا اعمل له اكسرسايزز. ها؟ ومش محتاج ان انا اعمل له ايه؟ اوكلوجن. ده النظر بتاع دي يبقى كويس والنظر بتاع دي يبقى كويس. اما بيبقى طفل صغير سنه سنه والاقي عنده كونفرجنس، ممكن ان انا يكون السبب بتاع الكونفرجنس عنده اكسسيف اكوموديشن، والاكسسيف اكوموديشن سببه هايبر متروبيا، والهايبر متروبيا اللي عنده في الطفل ده مساله سهله قوي. اكسسيف اكوموديشن واكسسيف هايبر متروبيا ممكن احط له مرهم اتروبين. اما احط له مرهم اتروفين بيعمل باراليسيز للايه؟ للاكوموديشن والسيجاري ماسك. اول ما اعمله باراليسيز بص تلاقي عينه اتعدلت. طب انت عاوز ايه تاني؟ مش كده؟ يبقى ممكن طفل صغير ممكن اما احط له مرهم الاتروفين وهو كونفرجن سكويند ممكن ده يعدله، واستنى لغايه اما اصلح له دوت بالنضاره. هذا النوع من الحول اللي هو ممكن يتصلح بالنضاره توتالي، مش محتاج ان انا امشي بعد كده في الخطوات الاخرى. يبقى انا اي موديفاي النقط الاربعه دول على حسب الايه؟ الكونديشن. الكلام دوت ها ده يرجع في الكونكومتنت سكوينت الكونفرجنت بالذات، يعني بمشي بهذا الترتيب جلاسز اوكلوجن اكسرسايزز سيرجري. وبعدين افرض واحد سنه اكتر من 10 سنين، اللي سنه اكتر من 10 سنين ما ينفعش معاه ان انا اعمل له اوكلوجن واصلح له الامبليوبيا اللي عنده. هو العينتين بيرتبطوا مع بعض في السنتين الثلاثة الأولانيين من العمر. فإذا زاد لغاية خمس سنين ممكن، سبع سنين زي بعض عشان خاطر لغاية 10، لكن بعد 10 يعتبر شاب فيبقى كبر. أما كبر ما أقدرش أربط العينتين مع بعض. عشان كده إحنا بنقول للأمهات تمادي خدي بالك إن المسألة بتاعت الحول دي مسألة ممكن تؤدي لبلايندنس بتاعت عين. كده كويس؟ ويبقى السبب بتاعها الإهمال. شوف بقى اما تبقى ام مسؤوله عن طفل او طفله، او اب مسؤول عن طفل او طفله وعينه تروح بسبب الاهمال فقط، ان هو ما هي didn't receive the proper treatment in the proper time. تمام؟ كل حاجه ليها ايه؟ وقت. صح كده؟ فيبقى احنا ماشيين في اللي هو بالترتيب، وناخد بالنا ان احنا نعدل الحول، والا الحول اذا ما اتعدلش في السن الصغير يبقى احنا بنجرم في حق هذا الطفل اللي هو ما اتعدلش كويس. لازم يتعدل وهو صغير جدا،
دلوقتي كنا زمان بنستنى لغايه لما يبقى عنده 3 سنين ونلبسه النظاره ونشوف مش عارف ايه والكلام زي كده. دلوقتي على طول لو لقيت ان هو نون اكوموديتد او نوع ما يعدلش بالنظاره مستقبلا ومش هيتعدل بالاتروبين والكلام زي كده، ممكن نعمل له سيرجري من البدايه عشان عينه ما تتعدل من الاول، اما اللي يحصل سيمالتينيس بيرسبشن وفيوجن وايه؟ ودرس بيرسبشن والعينتين يرتبطوا مع بعض من البدايه وما يبقاش في مشكله. مش كده ولا ايه؟ مش اعمل المشكله وبعدين ادور على حلها، مش اجيب له امبليوبيا وبعدين استنى وبعدين اشوف الامبليوبيا دي تتعالج ازاي؟ احيانا الامبليوبيا بعد سنتين ثلاثه ما بتتصلحش مهما انت عملت. فعشان كده انا بقول باكد برضه مره ثانيه عشان ده ترند جديده احنا بناخدها دلوقتي او اتعلمنا ان احنا دلوقتي لازم نعدل نحاول از ايرلي از بوسيبل. فده كده. لو احنا بصينا للرباعيه بتاعت الكونكومنتس كلين هنلاقي ان الايتيولوجي اربعه، نمره واحد سنسري اوبستاكيل او ليجن از اكتر الاصليه، نمره اثنين ايرور اوفر تراكشن او ايه اوفر سي ريشيو متلخبطه، فيها الهايبر ميتروبيا تعمل كونفرجنس، فيها الميوبيا تعمل نمرة ثلاثة ديفكتيف فيوجن سنتر، نمرة أربعة كومبينيشن. أما نيجي للتايبس بتاعت الديفيشن، الديفيشن ده ممكن يبقى كونستنت أو بريوريك، ممكن يكون يونيلاترال أو انترنيت. في جميع الأحوال ممكن يكون الديفيشن يا لجوه يا لبره، يا لفوق يا لتحت. لو لجوه يبقى ايزو، لبره يبقى اكسو، لفوق يبقى هايبر، لتحت يبقى ايه؟ هايبر تروبيا، عشان تروبيا يعني ديفيشن. لما نيجي للكلينيكال بيكشر نلاقي اول حاجه بتقابلنا سبريشن، ثاني حاجه بتقابلنا امبليوبيا، ثالث حاجه بتقابلنا فورس ماكيلا، رابع حاجه بتقابلنا اكسنتريك فيكسيشن. لو انت اخدت بالك تلاقي ايوه ان اول حاجه سبريشن، ثاني حاجه امبليوبيا، ثالث حاجه فورس ماكيلا، رابع حاجه اكسنتريك فيكسيشن. دي في حد ذاتها سيف سبريشن امبليوبيا فولس ماكينة سنتر انفيشن عشان ما تنساش. يعني ايه سيف؟ بعد كده الدايجنوزس في الاربعه دول عشان يبقى فيه رباعيه مستمره، هو صحيح في حول والحول فين؟ الديجري اوف ذا باينوكولار فيجن، وبعدين الديجري اوف ذا ديفيشن، وبعدين تيست فور ذا امبليوبيا باي ورز فور دوت تيست، بعد كده تريتمنت glasses occlusion exercises surgery. glasses occlusion exercises surgery. goes. فيبقى يعني concomitant screening مساله سهله وبسيطه وما فيش فيها اي مشكله. في اي اسئله ان ريليشن اي ايوه المانجمنت اوف alternating screening. glasses وبعدين سيرجري على طول مباشرة. في احتمال ان الشخص ده يجي له ديبلوبيا في الاول صغيرة ما يجراش حاجة، لكن على طول جلاسز وبعدين سيرجري. اصغر سن ما فيش سن صغير يعني ممكن سنة سنتين ممكن الواحد يعمل سيرجري، ما يستناش لغاية ما ايه الشخص يكبر ويعمل له سيرجري. استنى بتاع ايه؟ يعني ايه الهدف يعني؟ وهو الالترنيتنج الواحد اذا استنى ما فيش خطوره زي مين؟ زي اليونيلاترال. احنا بنخاف دايما من مين؟ من اللي هو الايه الامبليوبيا اللي هي ممكن انها تحصل امبليوبيا اكس اروس. على حسب الديجري اشتغل على عين واحده ولا على العينتين؟ في اليونيلاترال اشتغل على عين واحده في الاول، لكن في الالترنيتنج يوجوالي بنشتغل على العينتين في الغالب. ولو كانت الديجري ممكن ان انا اعمل افرض يعني افرض ان عنده كونفرجنت سكوين بدرجه كبيره، فممكن ان انا اعمل بايلاترال ميديا ريسيشن. ده احلى من انك انت تعمل ريسيشن في ناحيه وريسكشن بتاع اللاترال ريكتس على الناحيه الثانيه. سؤال جميل واجابه اجمل. مفيش أسئلة تانية؟ في سؤال في المقارنة اللي فاتت. أيوه. لما تطلع عين مريوم 24 وتشيل الحتة بتاعتها اللي هي. طب ديت مش داخلة جوه الحتة دي؟ فهو الأستاذ يسري في